52 على 50 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 لقعدتنا هاي بدون تسمية أشخاص يعني خاف من سحدة أو للثلاث النجاح وأرجو أن تستمر لخدمة هاي البلد مواطنين إيه طبعا يعني بطريقة يشوف فيه بحث عن بعض في بعض من الواجب أحسي للأعضاء الجداد في مشاريع قيد التربيين وفي مشاريع يعني قيد لازم تكون في المراسلات طور الإعادة هاي بس اللي كل اللي في التنفيذ اللي هي مشروع المياه الكهربي ينتهي والجميع بشوف مشروع الصور توزيع على الطريق الشرقية وأشرف على الدهاء يعني بالإضافة ل شو اسمه عقد اتفاقيات مع الإغاثة تشغيل عيادة الطوارئ أو عيادة الفترة الصباحية تنتقل من هون لهون قضية مواقف طبعا الإخوان المقدمين بعد هاي الشغلات معرفش اجتماعنا احنا الرئيسي يعني اجتماع الانتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس ولا بد لي زي ما قال بناء تعليمات الحكم المحلي وزير الحكم المحلي التسليم سنتري رسمي التسليم المالي يعني الامور الماليه باول يوم دوام رسمي بعد العيد يكون جزء يوم اربعاء يوم الخميس شو بنطبق عليه مع الحكم المحلي طبعا الانتخاب رئيس المجلس وامين الصندوق يعني تصور جزء تشغل يعني منصب امين صندوق في المجلس امين صندوق هو عباره عن موظف رسمي في لجنه في لجنه ماليه يعني يكون في لجنه ماليه طبعا هناك تطورات جديده يعني انه كتاب رسمي من قبل المحلي يعني غير الى انه في هناك شيء اسمه موظف احنا اللي صار باستماع رسمي بس هذا بعرف يعني عشان هيك بسأل أحد بقول هو سأل عنها يعني أما اللي سمعته من الحكومة المحلية أو سمع ولا كتاب وزير الحكومة المحلية اجتماع هذا انتخاب رئيس المجلس نائب الرئيس هذا عدد أمين الصندوق أمين الصندوق هو عبارة عن وظيفة رسمية في المجلس بيكون بمهام يعني بيكون بمهام أمين الصندوق عضو لجنة مالية بالمجلس عضو لجنة مالية أو عضوي يعني إذا بحاجة من كتاب بالإضافة لرئيس المجلس والمحاسب يعني هذا كتاب فيها ما لا كتاب قليل انا اجتهدت يعني ما اعرفش لا هو في خط من الكتاب بين كتاب لا كتاب رسمي انت بتحكي عن وظيفه مركزيه يعني صندوق في المركز انه هل هو موظف جديد ولا هل هو عضو من اعضاء المجلس؟ معلش يا ابو لا في كتاب موجه من الحكم المحلي لنا بخصوص اللجنه الماليه اللي هو يكون رئيس المجلس نائب الرئيس والمحاسب نائب رئيس يكون رفيع باب رئيس المجلس يكون توقيع الف وعضو المحاسب توقيع الف يعني فيها نقطتين باب وعضو اللجنه الماليه توقيع باب اربع هذا خلينا نتحرك مع الشيء يعني انا هاي امين سجود يعني ما ركزوش عليها كثير في الاجتماع لا ما هو بحكي على اساس انه نحط مكافحه حروب الان بالضبط يا اما بده يكون هذا بالانتخاب الداخلي يا اما بده يتعين موظف الاخير ولا لا؟ يعني بالعادة احنا كنا دائما بالفترة الأولى والفترة الثانية إلى منتصف تقريبا شهر 2008 2008 أعطونا أكثر من إنذار إنه المحاسب لازم يكون توقيع رئيسي وبالتالي يصير عضوين في المجلس المحلي عضوين يعني الرئيس أساسي نائب الرئيس الفرعي إذا غاب وعضوين ماليين عضوين هذه كلجنة مالية عضوين ده مجلس مجلس عضوين بس توقيع توقيع واحد بس يا أخي بس يعني كتاب التكليف من الحكم المحلي من دكتور خالد فهم القواسم وزير الحكم المحلي إلنا يعني تسير على وصف الحناء ورئيس المجلس توقيع ده
راسل محمد حميد توفيق بقى عضو نائب رئيس فتره اساس احنا اربعه يعني. غاد ادريس اللي هو محاسب توفيق رئيسي، ويوسف شاح هذا فرح عبد الله فرح هذا من الحكم المحلي توفيق رئيسي. اساسا هذا ايش علاقه بالخير هذا ايش يعني يعمل ايه تسيير اعمال المجلس في الفتره الانتقاليه؟ هي اللجنه الماليه بس شايفين اللجنه الماليه هلا امان صدق الدكتور رفعها نحن ما لنا وقت يعني احنا ما لنا وقت لنسلم رسمي هو المالي يعني حتى مصاري يعني اذا هم قروا الشباب كمان انهم يصوتوا على واحد يقعدوا على واحد هذا يصير ورد انا هذا برجع هذا يصير رئيس رئيس نائب رئيس بيكون المحاسب ثالث وواحد من الاجنبي اربعه انا بقول شو بدك تقول قد يكون يعني واحد يكون امين صندوق مشكله ما في عنده بس هو بالعاده حكينا وهذا مشان تقدر تسال كل المجالس بالاخر لا ينطبق على ثلاث اعضاء مجلس والمحاسب لازم اساسي محاسب رئيس او رئيسي حتى لو المجالس مشتركه ضربنا من هي لازم يكون طيب هذا زين والله عشان نمشي ولا في تفضل احنا ماشي نعطي هذا بخصوص يعني الوضع اليوم بالاضافه ل يعني لابد اوضح الامور الماليه ستتوسع يعني راح نناقش او نسلمها في الايام الجايه في اليوم الاربعاء والخميس اللي جاي اللي هي باعتبار تشرع المجلس حسابات المجلس طبعا وكشف الموجودات الموجوده في المجلس للناس الموجودين وكشف ال كشف اللي بدك تطلع كشف اتفاقيات الموقعه مع الناس يعني مش هلا والله شغله صغيره بس بدي اشوف انه سيتم تدريب الاخوات يعني في دورات تدريبيه للاعضاء الجدد من الحكم المحلي تدريب رؤساء المجالس من واحد يوم من يوم لثلاث ايام بالتنسيق مع الحكم المحلي وبتمنى لكم التوفيق وهذا اللي عندي وحبيبي استفسار يعطيك يعني أنا تقديري وصلنا لهذه المرحلة في بيت العمل بعد ما خاض برأيي فيه إلى تأثيرات كانت سلبية عشان في البداية ببارك لجميع أعضاء المجلس أنهم الآن موجودين في إطار أول اجتماع للمجلس وبكون القضية مش قضية تشريفية بقدر ما هي انه راح يبقى في معاناه لان انتم اللي بدكم تلبوا الطموحات هنا في بيت عنان، انتم اللي بدكم تعملوا على تطوير البنيه خلينا نقول المجتمعيه في بيت عنان، وبالتالي المهمات القادمه انا وتقديري بدها طاقم على طول ومتواصل مع نشاطات وفعاليات المجلس. القضية الأخرى اللي أنا يعني حاب أحكي فيها إنه عدا عن الجانب الإنشائي للنشاطات المجلس أنا ما عم يبقى فيه تفرعات أخرى أو محاور أخرى للنشاطات اللي تطور تتطور البلدية وأداء البلدية من خلينا نقول مؤسسة لها علاقة بس في البنية التحتية والمشاريع ذات الطابع الإنشائي إلى محاور عدة منها الثقافة منها التعليم في البلد منها تطوير العلاقة الاجتماعية والنسيج الاجتماعي ما بين أهلنا في بيت عنان وبتقديري أنا إذا بدنا نوصل إن ننجح في بيت عنان ونصير نموذج بيت عنان هذا بيقع بالأساس على عاتق المؤسسة الأم اللي هي مجلس محلي بيت عنان وبالتالي يعني مهماته قوية ومؤثرة في جميع الجوانب وباسم القوى الوطنية يعني بتمنى لك التوفيق واكيد راح نضل معك على طول احنا في المدار الاربع سنين القادمة. نشكر في حد عنده اي اضافة ما تعطيني؟ واهلا وسهلا فيكم بمجلسكم وخدمة بيت عمان عم بديش اطيل يعني ابو سيد ما كسرش يعني نتامل ان الجميع يكون على قلب رجل واحد نتامل ان الجميع يكون لخدمة هاي البلد
واحنا برضه مش رايحين نتركوا حاجه، يعني زي ما اشتغلنا مع بعض على اساس ان نوصل بيت الامان في المنطقه يعني تكون مميزه على يعني بر الامان بالخير ان شاء الله. فرحنا وكلتوا اهلا وسهلا بيتوا ومبروك للجميع، والله يعطيهم العافيه برضه الاعضاء اللي كانوا موجودين. ونحن والله يعني امتى يعني ما تندمونا راح نكون بجانبكم، والله يعطيك العافيه. عشان يعني الامور تاخذ نصاب 14 حسب القانون ندعو اكبر الناس سنا اكبر الاعضاء سنا لجلسه تجتمع المجلس الجديد الموقر. هو يطلع على الاختيار هو اطلع واحد كل واحد طول هويته حسب الشيء بيطلع روحي. لو محمد انا نائب الرئيس.
يحب يرشح حاله نائب رئيس. أبو إسماعيل. أبو إسماعيل. ونظل على قلب رجل واحد لخدمة هاي البلد.
والله يعطيك العافيه وشكرا لشغل الثقه، يعني الجميع انا بثني على الاخ ابو راغب وعلى الجميع اللي، وحتى ابو اسماعيل اللي ما بعرف ابو اسماعيل انت ما لا يمكن يستغني عنه. انا بتمنى كل توفيق وانا مبسوط صراحه اذا البلد بشوفها مزدهره بوجود شغل الجميع. انت واحد حقيقه انت واحد منا ما قصرت. الله يخليك. بدك تضل معنا. لا والله انا صراحه فلسفيه انا حقيقه يعني. يا سيدي ان شاء الله ان شاء الله انك تكون انت معنا، انا بتمنى تكون معنا على طول. وهذه يعني زي ما كنا قلت انا وان شاء الله احنا راح خطوه خطوه نمشي نتدارك الخطا بنوقف عند ندرس اذا كان وجهه نظر ممكن يكون صح الخطا طبعا احنا قد يكون هناك بعض المناكفات ممكن نواجه صعوبات ممكن كذا راح نتجاوز انا متاكد راح نتجاوز كل هذه الصعوبات بحيث انها تكون دائما مثلا وسيطة مرفوع وشغلها وجهدها يعني بإخلاص الموجودين معنا إن شاء الله بنوصل لبر الأمان ورفع بيتنا شكرا. فيما بعد كمان الصوت على الناس صندوق شو المناصب المطروحه في وانا بعرف انه يعني الاسلام طبعا يا ابو صايب لما بدهم يجوا يسلموا يستلم اكيد لازم يبقى في واحد اللي هو يعني خلينا اللجنه الماليه طبعا استاذ بكل حكومه عندنا بده يكبر رئيس ونائب رئيس ومحاسب بده يكبر طيب يا اخوان انا بستاذن لانه بعتبر حالي من اللحظه هذه يعني مستقيله هي ابو اسماعيل الله يعطيه بالعافيه نحن نرفض استقالتك يا ابو اسماعيل انت قاعد تحترم رفض الوزاره الاولى مش فارق يعني يلا السلام عليكم على كل حال انا اذا مش بسلم اللجنه الماليه انا بتمنى هالكي ليش؟ لانه مشان يسلموا كان عندك يكبر واحد موجود يسلم رئيس نائب رئيس وعضو لجنه ماليه يصيروا اربعه والمحاسب يصيروا اربعه فاذا حد يعني كمان حددوا امين الصندوق خلص صح حد امين صندوق هو بيكون في كمل يا كمل بس بدي احكي انت في حد امين صندوق ترشح نفسه امين صندوق لجنه ماليه لجنه ماليه امين صندوق امين صندوق في وظيفه زي ما قال لك ابو صايب بس لجنه ماليه لازم يكون امين صندوق وظيفته شو؟ يقيم المصاري وقتها يعني كعينه راكب عينه راكب عينه الوصل بين المحاسب وال يعني انتوا حد بده يا شباب انا يعني فيش هذا في حد ثاني غيري؟ لا خلص طبعا صرت مسكونا لا بس اضطر اتجوز يعني زي ما انا يعني انا هذه اللجنه الماليه انا زي ما بقول اربع لازم رئيس نائب الرئيس في حال غيابه المحاسب عضو مراقب في اللجنه الماليه والله هذول المسائل كمان انا شايف يعني كمان اللجان كمان الشعب انا شايف انه في لجان طبعا رايح توزع اللجان على الجميع هذه اللجان توزع اللجان تتوزع على النظام لا بنت بعرفش طبعا بس هاي عشان تصنيف عشان التسليم استفسار ابو ضياء هلا يعني امين صندوق وظيفه؟ وظيفه هي وظيفه كان عضو لجنه ماليه لا هو ما باخذ وظيفه يعني وظيفه الوظيفه موجوده اسمع يا محمد الوظيفه موجوده مشان انا قلت لك ثمانية هو امين صندوق كان مستودع هلا لجنه ماليه ولا وظيفه؟ لجنه ماليه مش وظيفه يعني بتاخذ راتب انت بتكون موظف 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 عندنا واحد موظف موجود يعني خارج اطار الاعضاء يعني راني موظف خارج اطار الاعضاء يعني جاب كتاب من امين مستودع من صندوق حسب رؤيه الحكم المحلي هلا اللجنه الماليه اربعه بيكبروا ثلاث اعضاء من المجلس ثلاث اعضاء رئيس نائب رئيس وعضو زائد المحاسب هاي بصيروا اربعه يعني امين صندوق مش لجنه ماليه امين صندوق بس مراقب أو مش مراقب يعني زي ما كان مراسلات مالية طبعا شغال مع المحاسب وبستلم وبستلم وبجيبي مع المحاسب طبعا وبجيبي يا رجل احنا واضحين نعم اللجنة لا أنا بدي أقول لك أنا بدي أقول لك يا أبو خراب الجنة أنا بقيت أمين صندوق ال 12 سنة هذول في عندنا محاسب رئيس محاسب هو وظيفته
في هذه التقارير الإجمالية والإجمالية عند الموازنات، يعني أمين صندوق ما بعد موازنة، أمين صندوق راكب عن جابي هذه جابية اليوم بإرسالية من المحاسب عملها وبوقع عليها دقيقة وبوقع عليها وطالبك شهادة البنك رصيدة البنك مع 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 الواقع الموجود في الدفاتر، أي زيادة أو نقص، طبعا زيادة أو نقص عمل من الصندوق موظف ومسؤولية عضلة جمالية بغرض أمين صندوق. العضلة الجمالية؟ نعم، مش أمين صندوق، يعني مش موظف، أمين صندوق مش موظف، أمين صندوق اللي هو موظف بس، يعني خلينا نقول دور مراقب ولا دور مراقب مفروض مراقب 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 توقيع عليه توقيع على الشيكات يا ابو توقيع توقيع على الشيكات ولا ولا جمالية ابو ضياء جمالية يا زلمة، هو رئيس المجلس رئيس 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 المحاسب أربعة بقول معلش يعني بس توضيحية معلش يعني بعد ابن يوسف أنا بعرفش يعني بعرف إن الموضوع كالتالي إن أمين الصندوق هو بكون عضو من المجلس ولكن المحاسب أو الجابي هو الذي يقوم بدور جمع المال يقوم بدور إرسال المال ولكن أمين الصندوق من اللجنة المالية في المجلس هو المراقب وهو حلقة الوصل ما بين المجلس وما بين الناس وما بين الجابي محاسب يا اخوة الموضوع اختلف عن زمان كتاب بوريجي ايش لا نفذت انا بدي بس على شيء بس انا شاء الله اوضح شغله بس انا بعرفه راسك بشكل يا عمي الجابي الجابي هو امين صندوق وامين مستودع ايه صار عنده وظيفه مزدوجه بحيث انه يوفر يعني شرط ماست بي زي ما نقول لازم يكون في عندنا واحد امين صندوق لازم يكون عندنا في واحد امين مستودع هذول الوظيفتين لازم يكونوا موجودين. سعد عن هيك اليوم في عندنا مشروع الموضوع. مشروع والله. يعني الارتباط في هاي القصص. هلا هذا أهم شيء موجود. هذول الوظيفتين لازم يكونوا في المجلس يعني البلديات الكبيرة واللي. يعني هذول الوظائف خارج نطاق أعضاء المجلس. ها ها. بالضبط. هذا هلا. رئيس اللجنة المالية بكون في المجلس اللي هو. هلا ارتئينا. يا راني مية خلصت عندنا مش مية فيش كذا فيش وبالتالي أنت أمين مستودع وأمين صندوق. راح يشبه الموضوع يعني مش مفروض انه ممكن انه يصير لجنة هيك احنا كنا دائما حسب رؤية وزارة الحكومة يبدأ الواحد يستسرع عن سهل انه لازم يكون في امين صندوق هذه وظيفة كنا عليها اكيد اعضاء اللجنة المالية لازم يكونوا اربعة اللي هو الرئيس غياب نائب الرئيس وقع شيكات هذا المعنى اللجنة المالية واحد من اللجنة هو وقع شيكات كمان والمحاسب لازم يكون موجود على توقيع الشيك. بالضبط. يتوقع الشيك. يعني عضو بدنا مع الرئيس. صحيح بده يوقع الشيك يا نصر. بالضبط. هذه اللجنة المالية. نعم. ما بدي ارشح حالها. اه اللجنة المالية. إذا إذا بس مو خلينا أنا مش الواحد كمان أنا كمان حابين نسمع يعني إحنا خلينا نقول. شو دور أمين الصندوق؟ شو دور اللجنة المالية كمان ضروري نسمع يعني الله يا أبو صائب أبو واحد بجوز بوضح للجميع حابين نسمع شو دور أبو صائب أبو صائب بوضح للجميع يعني مش أنا واحد لأن مر فيها 12 سنة في معنى في المجلس 16 سنة يا سيدي يا سيدي مهام العضو اللجنة المالية أو الصندوق طبعا هيكون زي ما قلنا في موظف أمين الصندوق وفي جاد يعني جاد هو يلم الناس مية حاليا نفايات أي رسوم أخرى راح تشوفوها في رسوم حالات تجارية أي رسوم أخرى هلا أنا مش متواجد طول النهار أنا كنت أجي بالاتفاق مع حازم مع المحاسب حازم يوم السبت هلا إيه جميع الدفاتر اللي بتفيه الإيجابي من الأرقام متسلسلة من واحد لبية مثلا وأرقام متسلسلة المحاسب بخرج الدفاتر وبسوي يعني شيء بتقول برصرهم في سنة ثانية واحدة ورقة واحدة إن الجميع اللي لما نام في شهر 10 100,000 مثلا هذا بسويهم في ثانية واحدة طبعا في سجلات أشطر من سجلات دفاتر قد هطاب الواحد بفتحها فعنده هذه السجلات تضبط فيها المحاسب بس أنا المحاسب بدور على شغل ثاني أبو محمد أنا بيجي أسلم الرساليات هاي أنا بقدر أدقق دفتر دفتر مجموعة دفاتر وطابق على الرسالية. استلم بصفتك شو؟ عضو اللجنة المالية. مش عميل. عضو اللجنة المالية من المجلس. من المجلس. طبعا. طبعا من المجلس. مش عميل صندوق. تقول الموظف وعميل صندوق.
بالبلد جاهز امين الصندوق هو نفسه هدول بس صار انا كنت امين صندوق جاي ده من اول طيب. صار وظيفه صار وظيفه امين صندوق هسه صار وظيفه هسه انت ضليت وظيفتك على اساس انك عضو ولا انت مش وظيفه مش عضو مش وظيفه صار عندي بلبل انا مش وظيفه ما وظيفه انا عضو زي زيتو بس انا كنت اتحمل جهد اشطر يعني الوظيفه اللي انت بدها يبذل جهد اه جاي خارج الوظيفه مش للجيب الوظيفه لواحد يحاسب يستلم الناس كيف كعضو هو عضو من احد هو الصندوق هو مراكز مراكز بالاضافه للمواطن يعني ثلاث من المجلس رئيس نائب رئيس عضو الاجتماعيه بالاضافه للموظف اللي هو أمين الصندوق نحن الدهن الإيراني هو دوري بوقع أمين الصندوق وأمين مستودع لا الموظف ما بوقع شيء محاسب مش مجتمد لدى المجلس محاسب ما بوقع شيء كذا المحاسب المعتمد لدى المجلس بيجي بجمع الفلوس ودي على البنك ويجيب ريبورت وما أعطيه له مصاري بس هذا إيه يعني وضحت أبو الغاز ولا؟ لا حاسب برضه تنظيف محاسب تنظيف أجدر مش غلطي؟ أمين الصندوق من خاطر الحكم المحلي اي ساعه بعرفش يجي بجوز دوام رسمي يجي بالدوام بيجي مشان يجي تسليم بنتفق معي نسلم نسلمه المحاضر والخدم والحضور انتم يعني بده يجي اهل وسهلا الجميع مدعو بالاضافه للمعنيين اللي هو رئيس مجلس امين عضو الجماليه نائب رئيس واي واحد بيجي بعض الحضور مشان نسلم السلم للخبراء رئيس نائب رئيس خلينا نقول صار وانتخاب خلينا نقول بالاغلبيه صحيحه كمان زي ما بقولوا احنا يعني مش انتخاب اقوى من الانتخاب يعني خيار اجماع زي ما بدنا نقول القائمه راحت باجماع قائمه اقوى قائمه بتقبل لقيت انا وانا بشعر اساسا ان شلمه الاجماع نشتير كمان كل الاحترام للناس وللقوى اللي كمان شاركت واذا وصلت للاتفاق اللي وصلنا الى واضح يعني شيء ممتاز اكيد بنفس الوقت رئيس ونائب رئيس يعني خلينا نقول سمعنا بنفس الوقت الكتاب ما تبقى من اللجان او خلينا نقول كصندوق او لجنه ماليه خلينا نقول اي مثلا ضروري كمان نيجي نقول يعني انا سمعت من اول هل بدنا نحكي فيها ولا ما نحكي فيها؟ ما بعرفش هلا كمان يعني منيح وضحت الصوره انه شو دور الاجتماع الاول ايه دوره؟ رئيس نائب رئيس ما عليك شيء بس يعني المسائل الاخرى مش راح تقبل مشاريع رايح توزع ممكن انت تعمل مثلا لجنتين مثل ابو الراغب ثلاث انا حتى لو نائب رئيس ممكن طبعا بدي اكون في اللجان كنا رايحين نشتغل طاقم واحد ورايحين نغطي بعض جميعنا في اللجان يعني هذه في النهايه راح تترتب على الجميع مش رايح واحد مننا يبقى فاضي من اي يعني من اي عضويته او من اي عضو لجنة غير مسؤولية حتى فيما لو ما حملش بدي اتكلف يعني انا بجوز ما هي تكلفة استقيت من اول يوم يعني اسمعوا لي باكر من انا استقيت من اول يوم اني اسمع مرشح لمجلس استقيل من اول يوم من اول يوم يعني بديش اقول يعني كلمة اشتغل حقيقة وانا بحكي معلش خليني معنا معلش بدي احكي معلش خلي واحد يتسمع معلش واحد ياخذ الحق انا بقول ياخذ حقه بالحكي يعني انا خذ راحتك أحب يعني زي ما أقول أحب بيتنا أنتمينا بيتنا وكمان في نفس الوقت يوم جينا هنا جينا من أجل بيتنا 100% أكيد لا يعني شلمة العائلات نضربها خلينا نقول يمين وشمال انتهت وجود بدا فيها أبو العبد بدا فيها أبو ضياء يعني الجميع مستمعين للشغل أنا استأذن بشيء يعني
كموقف كمان انا يوم بدأت على الشارع انا بحكي وقوة كعضو مجلس راح يعني احل عضو مجلس راح اقبى صريح مع ذاتي بدي ادافع عن رئيس المجلس وعن اعضاء المجلس وعن كل عضو في المجلس شو موقفي انا يعني يوم بدي اطلع واسمع فيش شيء مخبى بالشارع يعني اخوة جميع شو ما ايش المخبى يوم بدي اسمع حكي شو ليش محمد اسماعيل او ليش صار محمد اسماعيل هلا انا كمان انا بحب ابلور موقف يعني انا بحب كلش امشي اعرف وين انا ماشي بعد ايش الجمهور بس واضح خلينا بس للنقطه هاي حتى الاخ محمد اسماعيل هيك كذب استقاله لا تعتبر مقبوله تحيل ما بعد من طبعا من الدراسه عشان هيك لحد هو بنحكى لك استقاله هيك احنا بنناقش وبنتابع بنشوف هل هي موافقه مش موافقه لا يجينا الرب يعني مش المستشار منظوره لما ينتهي المراسم هذه بعد هو بالصفريه ما هو صغير اكثر عشان ليش داعي نناقش فيك شو احنا مش لازم نناقش شو قصده هلا معلش هلا بشهر رح يطلع واحد 100 واحد يقول ليش ما سمعين عندي سبب معلش احنا على الاستقرار عنده ظروف شخصية معلش معلش بقول أنا بدي بجوز مطلع على شغلات قبل يا أبو الراغب أنا وياك أبو ضياء وقاسم وأبو صائب بجوز أبو إسماعيل قدم استقالته بقبل قبل تعيين القائمة أو قبل وضعه في القائمة ما استقال خلينا نقول فترة ورجعت قبل فترة في نص الأخوان يعني كان أنا في عندي شغلة واحدة بدور لها يعني إحنا تجينا طاقم واحد جبنا من أجل بيت عنان منشان نخدم أهل بيت عنان هلكيت ما في عندنا واحد طويل ولا في واحد قصير انا هذا اللي بعرفه في النهايه في النهايه بدنا نشتغل لبيت عنا بدناش نقول لك يا زعار خلص اسكت شايفين يا اخوان انا سبق وصار في عندنا تشكيل القوائم وصار في انتخابات وتنازلنا معلش يعني خلينا نحكي وتعيننا مثلا مين ينتخب رئيس مين ينتخب نائب رئيس وتنازلنا وكنا بكل حب وعلى يعني انا بتوقع لو ابو اسماعيل رفع ايده قبلي بجوز انا على طول نزلت ايدي زي ما صار مع الاستاذ كمال مع عبد الله مين بده يترشح نائب رئيس انا رفعت ايدي والكل شاف بعدين ابو اسماعيل رفع ايده هلكيت احنا في الفتره السابقه قديش تنازلنا لا ابو اسماعيل بصراحه يعني خلينا مره على اكلنا نشوف حالنا يا الحراك اللي صار بالانتخابات بجوز اساله او هو اعتقد انه انا اساله يا سيدي يعني هذا انتهى الحراك واحنا حاليا ولهالبلد واعضاء مجلس سواسيه وانا فيش فيها لون يعني انتهت الالوان احنا باسبوع يعني نروح بدي ابو اسماعيل ونحاول نقنعه ونحاول نجيبه الله يجبر فيك بخصوص اللجان بخصوص اللجان عضو المجلس برأس لجنة أما بحكم يكون عضو في لجنة أخرى نعم مراقب يعني بلجنتين كمان يعني نعم. لجنة رئيسة ولجنتين مراقب مراقب يعني ليه يعني مش سيدي هاتو في اللجنة هذه من تفاصيل أبو اللي جاب تسلم يعني بكلش ما عايش بينك ما عايش بينك وفي اللي جاب ممكن يتسلم والكل يكون كثير مساعد والكل بيكون في لجنة ولجنة يعني يعني بقى يعني احكينا احنا في البدايه على اساس ان احنا يعني على قلب رجل واحد وفي نفس الوقت يعني انا برجع بقول يعني كموقف وطني لن نتخلى عن اي كان يعني يريد ان روع على داره يعني مش بالسهوله برضه احنا لما اشتغلنا ليل نهار وتعبنا وسهرنا ليالي برضه لازم يكون في هنالك وفاق داخلي ويكون في هنالك رؤيه لمصلحه بيت عنان على اساس ان هذا الطاقم يكمل. احنا موضوع ابو اسماعيل ان شاء الله يعني مش راح نتركه والله يجيب فيه الخير. امين. خذ دوري لا شخص الرئيس هذا ما خدش انا بتوضح شغله بتوضحش مش مطلوب بس هو ساقع بالضبط يعني انا دور خلي دور شو خذ ذاتك طيب يعني اخوان ماشي يعني بنبارك لفوات الشيخ احنا مستعدين جدا ان نتعلم الامور بهذه الثلاثه اول جلسه جدا
اللي كان متوقع قبل يومين ثلاثة انها تكون اول جلسة حربية. احنا بنفاجئ الناس. مفاجأة كثير منيحة للأعضاء. اللي بدنا اياه حقيقة ينعكس ذلك على الشارع. بالشارع الأمور مش جيدة. ما حصل بموضوع الانتخابات وكرسة الانتخابات والحراك ترك انطباعات بين الناس، الناس صارت تتكاتل الحجارة. لما عندها شعور الكبر والعائلة والعشائر هذا كنا لمسناه. دور بقى 2% بس محمد. محمد رأيك بعض الدين. انتوا وكأنكم من دول دماس البلد. لأن انت مرشح على نص البلد وهو مرشح على نص البلد. كان مرشح على البلد نص البلد معاه وانت نص البلد معاه. بسوى انكم اثنين تمشوا مع بعض بشكل في الشارع بعد ما تكون ليه والتقدم ده بس اذا بدات تسير بعد اول يوم مش لا لحظه بس كان كده بس بعدها بس بسوى انه مش نلتقي في الاماكن المغلقه ولا في المغلقه بسوى انه جميل ونكسر ونحكي الامور ونبين الامور للناس انه ما صار هو شيء ديمقراطي مش لازم يصير. فكيف لو صار صار عندنا انتخابات وبلش من هناك الواحد ناقل الفردات وحاله وقصه كيف الاخر عم تصلي اذا بصير هيك بصير عاد بصير امر طبيعي المره القادمه بصير انتخابات والناس تطيح تمارس حق الديمقراطيه جبرنا جبرنا قبل مدرسه نعم مش تسرب علينا جبرنا انا بخصوص الاخ محمد اسماعيل كمان احنا مش رح نتركه حقيقه رح نروح له وبعدين في بخصوص مجلس محلي كان بصارف مع الوزير لما رحنا اذا مره واضح مجلس محلي بدعنان هناك قائمة من 11 فيش قوائم منافسة بستة في نصاب لأربع سنوات نعم. يعني لو مستقيل أخرى خمسة أخرى أربعة بأثر شغلة فدام في ستة نصاب فيش بروحوا الستة بتم تشكيل لجنة طب يا أخوان أنا بتحكي بخصوص خلينا بموضوع بسمعين إذا أنتوا لا 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 برضه خليها برضه والله أنا بدي أحكيها إذا أنتوا بتشوفوا اني انا شكلت ازمه لا اسماعيل اذا انا بدي اشوف حالي سببت ازمه لا اسماعيل انا بدي انسى خلي فلي يتفضل على الامور شو رايكم على الرئيس وعلى شو بتشوف احسن مني محمد انا بديش واحد يزعل يعني يا ابو نقطه يعني حق اي واحد يرفع ايده خلي الامور تمشي طبيعي ما صار شيء هذا جوز لها هذا جوز لها يعني جوز انا شعر ان كان مستر محمد او اي واحد انا بشوف كمان صراحه بقول صراحه راح في المجلس وباي اي جهه اي مساله بدك تشكل مع ابو اسماعيل اليوم كان خيار مين ما يكون انا بقول هيك اليوم هو عضو مجلس شو السبب والمسببات انا مع تشكيل لجنه من اعضاء المجلس هي اللي تقعد معه مش يعني اسمعوني في كلمه فوق تعبير ما بدي اوضح الا بقول كلمه لجنه اسمع لي يا عمي وبشكر القوى الوطنيه قدت المطلع يعني ليش على اساس اني كمان ناس شباب طيبين وشباب محترمين اللي وصلنا للي وصلنا اليه بس بنفس الوقت اليوم بقول اي واحد هو عضو مجلس هو زميلي اللي صديقي لي اليوم في المجلس اليوم برفع ابوي بحكي وبقول هيك انا استقلت انا يا جماعه انا بس بحب الصراحه يعني انا جيت من اجل احكي كلمه الصراحه انا بدي احكي ضمير انا بدي اكون صادق مع حالي اي واحد لازم يكون وانا بتامل الجميع صادقين ان حقيقه اي مساله بدي اشكل فيها لجنه من المجلس يعني تشكيل لجنه وتروح اسماء اي اسم يعني اسمحوني بدي يجي يقول ابو الراغب انا بدي احكي معك رفع بدي احكي معك مش مشكله كمان تشكل واحد اللي كمان يكفى كمان نكفى صادقين ليش بدناش نتعرض لمسائل تتكرر يعني وتصير مسائل نبقى صادقين معها اما تقول الاحترام لابو محمد تقول الاحترام لابو لكل واحد شو بحكي موقف انا هيك موقف تكبى لجنه يعني كلمه لجنه اي مساله بطالب منك ما في شيء رسميات بالامور يا ابو رضا الموضوع لا بده لجنه ولا بده الموضوع بده في الموضوع ديمقراطي يعني حتى الواحد يرشح حاله وبكر بقدم ورقة انا بقدر يسحبها هذا موضوع له يعني هو بنفس شريحة اجتماعية كبيرة بيدعس حتى لو راح هذا دور مش لازمة بعدين انت بتخرج القانون هناك نظام في المجلس من 10 اعضاء بالتالي بيجي المجلس بشكل طبيعي ما فيش مشكلة هلا بزعلنا اي ضرب احنا كنا زعلانين وزعل احتاج الحراك اذا هناك عضو زعل ومش زعلان لانه زعلان لا في حراك صار من شهرين في البلد وافرد وهيك صار وصار اتفاقات وتفاهمات
كل هالتفاهمات الكذان عليها يمكن يكون مش بصورتها. هلا هذا الحكي كمان بلزمه كمان الحراق لسه ما خلصته يعني كمان اسبوع ترى صغيره. انا باعتقادي يعني زي ما قال اخونا يعني الصراحه راح يعني شو هو بده اتصال منك يعني الليله بسوى يعني اتصل فيه انه اذا في مجال نروح له 4-5 بنروح. بس يعني هلا ولا بس لا أكيد السبب إحنا بدناش نعالج ونصير نقول ليش وما عنده شغلات خاصة يعني سبق إنه كمان في أبو رايح متابع وإخوان المجلس ليك المرة كمان الانتخابات اللي فاتت انسحب شهرين ثلاثة لأسباب تتعلق أنا وياه انسحبنا شهر نفس الموضوع 40 يوم ورجعنا مضبوط ولا لا يعني إذا فلا يعني نحاول معي انسحب انسحب أنا بقول ليش داعي نظل مش عكيفة مش عكيفة كمان مرة أوكي مش عكيفة معناه لا يجرب نعم القضايا هي الموضوع الثاني اللي تحكي فيه الجلسة عكيف بس على تقييم بدي أسأل سؤال جد مش عكيف المجلس المحلي في عندنا حقيقة من 4 لجان بس احنا نرى انه يكون في لجنة مالية وهي كنا من 4 أعضاء ممكن يكون الهواء يعني مراقب أو هو رئيس اللجنة طبعا داعي يكون رئيس المجلس المشاريع هاي لجنة في الثقافية كنا احنا حاطين ثقافية اجتماعية بس أنا برى انه إذا في نشاط بكذا مع الشباب بالذات ومع هاي يكون في ثقافية لازم نعم ثقافية واجتماعية ممكن واحد يشتري كرتة من هاي يعني مش هذا الناك بقى أنا بقول اجتماعية بس بعد المرة بقاش مش اجتماعية الاجتماعية هذا الاجتماعية كنا كل مرة كل مرة في رجال جديدة في رجال جديدة بدك تحط جديد الشباب أنا ما هي مشاريع صحية هذا المشاريع تختلف عن مين بدك تجيب انت ناس ما هي مشاريع الصغيرة اللجان تشي فيها وراجع اللجان تشي فيها موجودة في خطة النووية الاستراتيجية أنا بدي أسأل أبو ضياء أنا بدي أسأل يوم من الأيام أنو اشتغل فينا لجنة مخصصة ولا واحد بس كنا بكينا نكمل بعض أنت بتقدر تسوي 10 بس مين يعني ذيب لجنة اجتماعية يتابع وين ناس السعر أبو نضال بده يشتغل لجنة اجتماعية بدنا نبقى عنوان هو عنوان نعم افضل انك تحط اكثر من جهه مش غلط هذه مرات يا اخوان يا اخوان اشتغلنا طاقم واحد في 16 سنه وتغيرنا عده لجان كنا نعطي الثقافه مثلا مع احترامي للاخوان يعني كان في الثقافه محمد اسماعيل والاستاذ جلال وتابعوها اي شغلات بكت تصير في المدارس الاستاذ محمد اسماعيل مش موجود جلال معز مش موجود كنا نتابع الله وكيلك انا وابو ضياء والاخوان اللي موجود مننا بده يلحق بده يصير في هالمسيره يعني في النهايه هذه كنا في البدايه بيت عنان مدارس بيت عنان مشاريع بيت عنان شوارع بيت عنان كلها هيك بدنا احنا نكمل بعض مين في المشروع كان ابو الراغب لجنه مشاريع بس كان ذيب يبقى هو توية وذيب مش لجنه مشاريع بس كنا ايد بايد ابو ضياء رئيس المجلس وين ما كان يروح جنبا لجنب ابو يعني اي واحد مننا الله وكيلك ما كان يقصر كان يشتغل في اللي الله قدر عليه واللي كان يقدر عليه هكذا في النهايه احنا 11 اليوم مش 9 احنا اليوم 11 عضو
ان شاء الله ربنا بوفقنا لهذا البلد، وبنكمل وبنكمل بعض في النهايه، وبنبكى لخطه البلد القادمه، جميعنا نشتغل على قلب واحد وعلى ضرب واحد. في كمان مشاغبه يعني يمكن ملاحظه كانت قبل واحنا نتوقف في الهواء ونحكي ونتخرف كقوه سياسيه، كانت الكوتا تكون سنتين للمره مضبوط. انا كان من يمكن انا من دواعي النص والنص يكون يعني حتى ستة مرأة أو خمسة زلايو في السويد حقيقة. ليش سياسة تنفيذ المرأة في المجتمع البحري؟ نعم صحيح. هلا في أسباب إنه أسباب كثيرة لعدم ذلك، لا بس احنا في المجلس ما في صوت لحد الآن يعني، صح المجلس المحلي يشركهم في الإنجاز مش لأجل المرأة بس، لا لا في باب ما تبقى من اللجان، رئاسة اللجان، نعم مشاركة في اللجان، توسيع دور المرأة في المجتمع المحلي، بدها تبين، بدها تشتغل، بدها تنشط، تصير منتجة، مش قاعدة بتطبخ وبتفلي وبتودع على المدرسة، لا بدها تصير مرأة منتجة في بيتها، مش هيك بتطور مجتمع المحلة، بغير ذلك نص خيانة بضل قاعد بيها، وأربعة خمسة بروح للرسم، وأربعة خمسة ممرضات، وبتلاقيش ولا دكتورة. دائما بقول مشكلة المرأة لما توصل حقها بتنزل بسرعة. صحيح. وهذا مشكلتها. احنا في قوائم، في قوائم قرانية نسوية، بس في منهم كمان يعني شفت الخليل يعني فقط الليل، لأنه في عندنا أوقات دوافع المرأة ما بتشدش مع المرأة، أحكي لك صراحة. في ترافر وكذا كثير بصير، وأنا من دعاة دائما بقول فلتكن المرأة دائما عنوان، وراح تشوف إنك الجيش راح يحضرن بهذه المواضيع، الأدوية، شغل، ورشات عمل. فبتأمل إن شاء الله نكون مشاركات أكثر مما إحنا نتصور، لأنه في دور كبير منهم كان مع المجالس وكان مع أسر المدارس وخاصة المدارس المشتركة والبنات الكبار، إحنا ما نقدرش نخوض، هن اللي نقدر نخوض، هن اللي نخوضهم، هن اللي ممكن من كل الصورة من كل وتعاونهم بهذا المجال خاصة بناتنا جيل جديد وكذا. فبتأمل إنه يكمل شغل ممتاز مع المدارس ونقل صورة المجلس اللي احنا ماشيين فيها كشباب، حتى لو كان مجال طلابية مجال شبابية، احنا راح نقعد كل شهر مع 30 واحد من البلد، هذا احنا قرارنا من اليوم مع جمع مع شو اخوان نعمل هاي الفكرة، يبقى لقاء مجتمعي كل واحد شهر خلص نصير نعرف ان حتى ندعو فيه اي واحد يجي يقعد، اذا في مشكلة في البلد من هناك بنروح، اذا فيش مشكلة كنا بنجي العكس بنروح. ما يعني أنا من هذا يعني دعوة للشباب ودعوة وتنتقل الصورة عبر منتديات ليش يا شباب إحنا ما شو إحنا راح نكون زي ما بقولوا درع واقي لكل مشاريع الشباب. أنا بدي أحكي كلمة قبل الجميع، معلش بدي أتعدى عليه شوي لأن نحن أخذنا دور كثير في الجلسة، وأنا شايف إحنا كنا نحكينا لعنا، وبدنا نقول أخرى كمان مرة أهلا وسهلا في الإخوان اللي اجونا بالشباب اللي اجونا على المجلس باختياريه، برضه حيا الله ابو العبد، برضه شباب ابو العبد، وبنفضل احنا نسمع من كل واحد، برضه بدنا نعطي دور يعني في النهايه، ابو ضياء للاخوات، برضه ابو ضياء ابو العبد ابو محمد، فكل الاحترام لهم، وبنحب احنا برضه نسمع ارائهم يعني، بدناش نضل احنا ماخذين الدور. بس انا بدي تفضلوا يعني الأرجو بدي أسمع كلمة من الإخوان باتفاق، زي ما بتعرفوا إحنا جنبنا اليوم القبض راني، قبض الصرف، فيش صرف طبعاً الأساس، القبض جنبنا اليوم شلو دعم في البنك، بتمنى أسمع يوم يا الخميس يا الأربعاء نقعد التسليم مشان براءة الذمة يعني. نعم نعم يوم الأربعاء يوم الأربعاء أول يوم أربعة أول يوم دواء يكون الخميس على الأرجح أساس نبلغ الحكومة المحلية إنه أنت مشان نبلغ الحكومة المحلية احنا تقرير العمليه جاهزه بتدي تدرب انا يوم الاربعاء يوم الاربعاء بس بنبلغ الحكم المحلي اساس يجي ويحاول يحضر نكتب محضر او الخميس بس اسمع كلمه الخميس او الاربعاء انا ببلغ يوم الاحد يوم الاربعاء مو بدون مشكله شو بدك الاربعاء 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 بدون كل مكان والحرف الواحد المجلس اللي جاهز ما بدي مرة كل المجالس التفاصيل خلي هذا مرة ومرة بس اللي جاهز اي يوم تبغى بس مو يوم الاربعاء خلص هلا ممكن يكون كمان جاهزين الكبيرة كظلنا جاهزين كظلنا اما راح نقعد ساعة كل مجلس يعني ايه يعني هم راح يسلموا اكثر مجلس في نفس اليوم يعني الحق بحاجة لتنسيق بعد مجالس بالضبط
احنا خليها صار نتبك من هلا الخميس من هلا عشان نثبت المعروض الخميس عشان تقدر تعصر اذا تكبر لا مش مشكله خلص الخميس الخميس ثبت مع أكيد بناء على الوقت هم اللي بيحددوا الحكم المحلي. ما تبلغ يعني. آه الوقت يعني خاص. الخميس أساس في الدوام الرسمي. اليوم اليوم الخميس بس هم بيجوش أظن في فترة إلا بعد الدوام إلا قبل. الدوام الرسمي. ممكن يتأخر يعني. أعتقد متأخر. لا بتأخروش يعني. بتأخروا يعني قصدي بعد الدوام الرسمي. يعني لا العلمين جميعا يوم الخميس. يوم الخميس يوم الخميس هاي أفترض. أنا بلغ كان مسج من وزير الجميع كل من الخميس الساعة 10 أو 11 أو 1 نتبع فيه بالضبط. تفضل أبو العبد. تفضل أنا أسأل. إحنا 11 طاقم مجلس محلي بتعمان. وعضو المجلس طبعا تكليف مش تشريف. تكليف مش تشريف. الكل بده يشتغل. واحنا يعني شاءت الظروف ان نبقى في وقت في دراسة للخطة الاستراتيجية اللي احنا بنعدها اللي بتنتهي في شهر 2 حسب ما بعرف انا. اللي بتنبثق عنها عدة ايجابات لكل مناحي الحياة في بيت عمان سواء صحة، تعليم، لوحة اجتماعية، مرأة، زراعة، كل هاي الشغلات متوفرة في الخطة الاستراتيجية وإحنا بنعد فيها وأهل البلد اللي بيعدوا فيها نفسهم شو الحاجة اللي هم فيها. طبعا هاي تنبثق عنها من اللجان هاي وبتخبو وهي بتاخذ دورها اللي تواكب هاي الخطة الاستراتيجية حتى تبقى نموذج للخطط اللي تقدم لها وزارة الحكم المحلي. هذا طبعا بأمل ان نكون انسجام تام مع بعضنا البعض حتى ان نقدر نخدم اللي حطوا ثقتهم فينا وان شاء الله نكون عند حسن الظن ان شاء الله. في حد بحب يشي الخوات اذا بحبين برضه يختمن الحديث يحكين واذا في عندكم شيء اقتراحات برضه عشان كانت تجربه اولى يعني طبعا كنا جايين انا يعني وقتها كنت جاي ما بعرفش حاطط صوره ثانيه بس الحمد لله اني بس الموقف اللي صار من الاستاذ محمد اسماعيل يعني اثر فينا احنا ما بعرفش كيف الشارع مش طبيعي ان شاء الله بنتجوز شيء عادي ايش طبيعي هذه اسمع يعني بعرف كيف الشارع يعني شو راح اكيد حدا راح يسالنا ليش وليش وليش فبعرف انا اجابتي يعني راح تكون واضحه انه هو عنده اسباب خاصه انا هيك راح تكون اجابتي بعرف اذا اجابتك زيها اذا في عندنا حدا يعني اكيد لما بدي حدا يسالني بدي اعرف اجاوب احنا اعضاء مجلس رايحين اكيد اكيد ممكن يوم من الايام من عند دارتشو سمعت صوتنا هذا ممكن ممكن تكاتلنا وطولنا صوتنا طلع ولكن في شغله واحده عندنا مع الاعضاء جميعا مع الرئيس بكينا لما بتطلع من الباب برا كليتنا ايد واحده اكيد ممكن تسمعي رايحات تسمعي يعني ممكن نتكاتل في الجلسة ممكن يطلع صوتنا ممكن ولكن في الشارع زي ما كان ابو النضال في البداية في الشارع بدي دافع عن أعضاء المجلس والمجلس وبيت عنان